اهلا بيكم في رحله النهارده في برنامج رمضان في العالم. انا مي ايهاب، وخليكم فريش كده عشان زي ما قلنا احنا في رحله وهنسمع النهارده العجب. النهارده هنتكلم عن اوزبكستان. ينزل الواحد مننا يجيب كده فانوس لابنه ولا بنته، يتفاجئ بقى فوانيس محمد صلاح وياسمين صبري، وكل ما النجم يبقى ترند اكتر يبقى الفانوس اغلى. يعرف بس صاحب المحل انك مسيحي مثلا، تلاقي قنبلة وطنية فرقعت في وشك، يحلف عليك طلاق ثلاثة ما انت دافع جنيه. فكرة انك فرحان برمضان دي لوحدها بسطة. المهم، المسيحيين في أوزبكستان برضو بيفرحوا برمضان جدا وبيستنوه من السنة للسنة، والأطفال كلها مسلمين ومسيحيين بتنزل تلف في الشارع، ومن كتر الفوانيس اللي هيشوفهم هيفتكر من كتر الأنوار دي ان عندهم زفة. درجة الحرارة عندهم وقت الصيام بتوصل لخمسة واربعين درجة، وإحنا عندنا ناس بتفطر لو مسافرة الساحل عادي من كتر الإرهاق مثلاً يعني. وقت الفطار بقى، اللي بيعزم بيعزم بقلب جامد، يعني اللي بيعزم بيعزم حوالي 300 شخص، وكل يوم بيذبحوا خروف كامل، تبذير أوفر بصراحة. واللي بيعزم أهله ما بيقعدوش ياكلوا مع الضيوف، ما يصحش يعني، بيقفوا يخدموا في الضيوف لحد ما يمشوا. بيبدأوا بالشوربة، أكيد شوربة كوارع، دول مكلفين ودبحين خروف، ده لو مفيش كوارع يعني وديهم في دهية عادي. وبعدها بقى طبق مشهور عندهم اسمه السمسة، وبعد كده بيروحوا يصلوا المغرب ويرجعوا ياكلوا الوجبة الرئيسية بتاعة الفطار. كل ده وأهل اللي بيعزم ما فطروش. الغريب بقى ان بعد صلاة التراويح اللي بنسمع فيها ترتيل عظيم للقرآن الكريم، رغم انهم بعد الصلاة ما تخلص ما بيعرفوش يقولوا ولا كلمة عربي، بيعملوا جلسات سهر بتختلف عن اماكن السهر بتاعتنا وبتاعت عمرو دياب. بيسهروا يتكلموا عن عظمة وتاريخ الاجداد، حاجة غريبة جدا يعني. ده طبعا في الوقت اللي احنا بنكون فيه في الرمضان نايتس مثلا، او بنرمي البومب والصواريخ على الناس في الشارع، حاجات من دي. طبعا مش صح نعمل كده ونأذي الناس عشان احنا في شهر كريم. سلام عليكم.